أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هناك بعض الناس يشتكون من الأعداء كثيرا من هجمات الجن والشياطين. من عنده كثرة الأعداء عندك كثرة الأعداء أو عندك عدو متسلط عليك أو الشياطين، أو دائما الناس عندهم يعني يتسببون لك بالأذى، وكذلك الشيطان الذي يفعل هذه الأشياء، والجن من عنده كثرة الهجمات من الجن الشياطين والإنس. يعني دائما عندك هجمات، دائما يظلمونك، دائما أنت عندك الأعداء. من عنده كثرة الأعداء يقرأ سورة يونس 21 مرة يوم الجمعة بإذن الله. إذا واظبت على يوم صار العجب، ولكن إذا لم تستطع تقرأ من الجمعة إلى الجمعة 21 مرة للتخلص من الأعداء قراءة سورة يونس، تقرأها في جلسة واحدة 21 مرة يوم الجمعة، من الجمعة إلى الجمعة، يختفي جميع أعدائك بإذن الله وتتغلب عليهم، وكذلك تتغلب على الجن والإنس وتقهر بها العدو. إذا قرأتها يقهر بها العدو كيفما كان بإذن الله من المجربة، وتعطيك القبول والهبة بين الناس، ويصبح عدوك يخاف منك بإذن الله. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.